بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة الحوارية المعرفية في رحاب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية أحاول أن أجمل الحديث في نقطتين رئيستين. النقطة الأولى، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الحديث والحوار عن التحلل من الالتزامات، ولا أقصد بالتحلل من الالتزامات التحلل من الالتزامات الدينية فقط كما يتبادر إلى ذهن الكثير، وإنما نريد أن نتحاور في هذا اليوم عن بعض الأشخاص الذين لا يوجد ضابط يضبطهم، ولا قانون يردعهم، ولا ملزم يلزمهم. وبعض الناس ما عنده أي التزام، لا يلتزم بقانون عشيرة، ولا بقانون دولة، ولا بقانون شريعة، ولا حتى بقناعاته الشخصية التي بنى عليها والتي يفترض أن يلتزم بمعطياتها. نريد أن نبحث لماذا يحصل هذا التحلل، لماذا حالة التمرد على الالتزام، وكيف يستطيع الإنسان أن يكون ملتزما ناجحا، يكون شخصيته شخصية جادة، أو تكون شخصيته شخصية متحللة غير منضبطة. فإذا موضوعنا مو مرتبط بالالتزامات الدينية فقط، وإنما بشكل عام التحلل من كل التزام، ثم نخص الحديث بالتحلل من الالتزامات الدينية اللي هي غرضنا الأساسي. هذا بالنسبة للنقطة الأولى المرتبطة بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. النقطة الثانية، أرى من الضروري أن نتفق مبدئياً على قاعدة أساسية، على ركيزة أساسية في حوارنا هذا. أنا أعتقد أن الالتزام يمثل ضرورة حياتية لكل كائن حي. فالحيوانات نزهكم الله يوجد لها التزاماتها الخاصة، كما يوجد للإنسان التزاماته الخاصة. فالالتزام أتصور أنه أمر فطري، وليس أن الالتزام من الأمور العقلية فقط التي يدركها الإنسان، بل الالتزام أمر فطري. حتى الحيوانات عندها نوع من أنواع الالتزامات، وبنظرة يسيرة لبعض القنوات المختصة بعالم الحيوان يدرك الإنسان ذلك بوضوح. يرى أن النمل يوجد له نظام معين، يرى بعض الحشرات حيوانات كذا كله له نظام معين في هذا الكون. فإذا الالتزام ضرورة حياتية مبدئيا. هل تتفقون معي على هذه الركيزة الأساسية في البحث، أو يوجد من يخالف، أو من يحب أن يضيف؟ أود أن أستمع بالبداية لكلماتكم. هذا سؤالي بالدقة. أنا أشوف أن الالتزام ضرورة حياتية فطرية لكل كائن بحسبه. أنتم تشوفون مثل هذا اللي أنا أشوفه، أو عندكم إضافة، أو عندكم تعديل على اللي عرضته بخدمتكم؟ أكو فرد شيء أسمع. السلام عليكم سماحة السيد. موسى الموسى معكم بكالوريوس لغة عربية. أهلا وسهلا ومرحبا. وفيكم سيدنا، الله يحفظكم. سيدنا، قضية الالتزامات بصورة عامة لا نقول عليها بأن نسبة 100% أنها تكون ماذا؟ فطرية. جزء منها يكون اكتسابي على ما لفينا عليه آباؤنا، بدليل كثير من الناس تجدهم يسيرون على المنهاج السابق، بمرور الزمن تتغير. أحسن. أتفق معك. أحسن. تكون فطرية بذات الشخص أو ذات الفرد أو ذات الكائن، لكنها لا تكون بنسبة 100% شنهي فطرية. هناك شيء يسمى اكتسابي.
عفوا اكتسابي. عاشت ايدكم. إضافة موفقة ولطيفة. أنا كنت أتحدث عن الالتزام بلغتنا الحوجوية في الجملة عن أصل الالتزام. أنت أضفت يوجد التزامات يكتسبها الإنسان. إضافة موفقة. عاشت إيدكم. أكو فد واحد يضيف لنا في شيء ثاني؟ نعم تفضلوا. السلام عليكم سماحة السيد. عليكم السلام ورحمة. أيوب يوسف حسن الموسوي بكالوريوس تمريض جامعي. سيدنا بالنسبة لقضية الالتزام يختلف بمستوى نسبة ثقافة الشعوب. مستوى نسبة ثقافة الشعوب يختلف نسبة الالتزام به. الأكثر الشعوب التزاما هي الأقل مشاكل، فيحد من المشاكل المشاكل الاجتماعية أو المجتمعية. أحسن سيدنا سيد حسن، لكن أنا سؤالي عن أصل قضية الالتزامات، عن أصلها. تتفق أنها ضرورة لو ما تتفق، أو عندك تعديل أو عندك إضافة؟ إضافتك صارت واضحة ولطيفة أنه الالتزام يختلف باختلاف ثقافات الشعوب. جيد. أكو شيء آخر؟ نعم أتفق، أتفق معك. إنه أحسنت، والإضافة صارت واضحة. عاشت إيدكم. تفضلوا. السلام عليكم. محمد جليل دبلوم محاسبة. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا أتفق وياك جملة وتفصيلة. الالتزامات أو القوانين أو الضابط وجدت منذ أن وجدت الخليقة، منذ سيدنا آدم عليه السلام، أبي البشر آدم عليه السلام قال لا تأكل من هذه الشجرة لتكونا من الظالمين. إذن الله سبحانه وتعالى ألزم سيدنا آدم عليه السلام أن لا تأكل من هذه الشجرة. فإذا منذ بدء الخليقة هناك التزام. إضافة لطيفة. أتفق معكم جدا سمعت. إضافة لطيفة. عاشت إيدكم. أكو آخر يضيف لنا فرشي من الإخوة؟ إذا كنا قد اتفقنا على هذه الركيزة الأساسية نتقدم خطوة إلى الأمام. خلاصة ما اتفقنا عليه أن الالتزام بعنوانه العام بغض النظر عن كونه التزاما عشائريا أو وضعيا بالقانون الوضعي أو دينيا أو بأي نحو، حتى الالتزام بالقناعات الشخصية، هذا يمثل ضرورة حياتية. فإذا ننتهي إلى هذه النتيجة، إذن المتحلل مخالف للفطرة، الذي يرفض الالتزام يخالف الفطرة. يبقى أنه لا نريد أن نقول كل من لا يلتزم، وإنما نريد من أن نقول من يرفض أصل هذا الأساس الذي اتفقنا عليه. هذا أمر ندركه بوجداننا. سؤالي لكم، الإنسان في هذه الدنيا لابد أن تكون له رؤية للكون والحياة. أعني بالرؤية للكون والحياة هو تحديد الموقف من خالق هذا الكون، وتحديد مصير الإنسان في هذه الدنيا، وهل توجد حياة أخرى غير هذه الحياة، ما هي العلاقة بين الحياة الدنيا والآخرة. هذه الأسئلة ونظائرها يعبر عنها بالرؤية الكونية ورؤية الإنسان للحياة. ماذا ينظر الإنسان، كيف ينظر الإنسان للكون وللحياة. بعض الناس لا يعتقد بوجود إله، رؤيته الكونية تختلف عن من يرى أن الكون له موجد خالق حكيم. بعض الناس يرى أن هذه الدنيا هي الحياة وانتهى كل شيء، بعضهم لا يرى ذلك. هل تعتقدون أن ذلك يؤثر في الالتزام وعدم التحلل مبدئيا؟ وما مدى تأثير الرؤية للكون والحياة في الالتزام وعدم التحلل؟ سؤالي واضح أو أوضحه؟ احنا عندنا رؤية للكون والحياة. الرؤية للكون والحياة يعني موقفي تجاه الخالق وموقفي تجاه الموجد لهذه الموجودات المخلوقات، لها خالق أو ما لها خالق، هاي الدنيا هي وينتهي كل شيء أو يوجد شيء غيرها. هذه الأسئلة والإجابة عنها إلها تأثير في أن أكون ملتزم أو غير ملتزم؟ وإذا إلها تأثير، شنو حدود تأثيرها، ما مدى تأثيرها في الالتزام أو في التحلل؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باقر حسين، تقنيات صناعة أسنان. أهلا وسهلا ومرحبا. سيدنا كما تفضلتم بالتأكيد أنه الاعتقاد بأنه هذا العالم يتبعه بعوالم أخرى يثاب بها المرء على التزامه بقوانين أخلاقية وفطرية يشجع
ويؤكد على الإنسان ويحتم على الإنسان أن يلتزم بها. أحسن. أما بالنسبة للأشخاص اللي هم خرجوا عن إطار الاعتقاد بأنه أن هذه حياتنا إن هي إلا حياتنا الأولى فقط هذه الحياة وما يتبعها بأي إثابة أو محاسبة أو جزاء يقيد التزامه، ولكن بالتأكيد حتى الذي يتنصل عن أنه لا توجد محاسبة مستقبلية يجب أن يلتزم بالتزامات فطرية كما بيّنتم في بداية الحلقة بأنه الالتزامات هي فطرية وعلى مستويات تتدرج. أحسنتم كثيرا، عاشت إيدكم، بارك الله بكم. أكو واحد يتفضل يشارك يفيد؟ نعم سماحتكم، بالإضافة الملحدين أو المتبنين نظرية داروينية خلينا نقول الآن يقولون نحن أبناء الطبيعة وأن الإنسان خلق من الطبيعة. طيب لما تنظر للجانب الموضوع لا يمكن أن الإنسان يخلق من الطبيعة ويكون متجرد من الالتزامات ومن القوانين، لا بد من وجود خالق وموجد. يعني أنت تشوف إذا واحد ما يؤمن بوجود الله ما راح يصير عنده التزام؟ يعني ذول الناس الآن اللي لا يؤمنون بوجود الله ما عندهم التزامات؟ عندهم التزامات أكيد، أكيد عندهم التزامات، قد تكون التزامات شخصية حياة العامة، لكن التزامات دينية خلينا نقول. إحنا حديثنا حديث واسع، حديثنا كما قلنا حديث واسع، يعني يشمل التزامات الدينية وغيرها. فإذا أنت تشوف بالنسبة إلى، حتى أفتهم مقصودك بالضبط، بالنسبة إلى المؤمن الرؤية للكون والحياة مؤثرة في التزامه، بالنسبة لغير المؤمن شلون؟ الرؤية للكون والحياة تأثر بالتزامه أو ما تأثر؟ وجهة نظري ما تأثر. حسن. ما تأثر. المؤمن ذكرت أنا قبل شوية لا تأكلا من هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. عشتي. منذ أول الخليقة الله سبحانه وتعالى وضع التزامات وضع قوانين، بينما اللي يتبنى نظرية أنه أنا من الطبيعة الإنسان من الطبيعة. أحسنت. فما أعتقد يعني أحسنت. هذا عنده التزامات وعنده قوانين، يعني جعل الأمر أنه للصدفة وليد الصدفة يعني. أحسنت. شكرا. أحسنت. تفضل سيد، جزاكم الله خير الجزاء. كما تفضل أخوي أن الالتزام الإنساني تسبقه عفوا هناك خلفية، نحن بغض النظر عن الخلفية الإنسانية إذا كانت لدي التزامات فطرية والتزامات مكتسبة، الدواعي إلى تحلل من هذه الالتزامات، هناك دواعي نفسية وهناك دواعي شخصية بذات الفرد تسمى الأمراض النفسية. إحنا الآن خلينا نصير واضحين حتى نستفيد من الوقت، لأن عندنا محاور راح تجي نتحدث بيها. إحنا الآن سؤالنا عن تأثير، مدى تأثير الرؤية للكون والحياة في الالتزام والتحلل. الأخ تفضل أنه بالالتزامات الدينية مؤثرة، بالالتزامات غير الدينية مو مؤثرة أو ما واضح عنده تأثيرها. أنت شنو تتفق؟ تخالف؟ عندك إضافة؟ نحن مؤكد نتفق مع هذا. إذا كان لدى الشخص الرؤية الكونية والاحترام لهذه الرؤية بصورتها سوف يكون لديه التزام، لكن يا ترى هل كل من لا يؤمن بهذه الرؤية لا يوجد لديه التزام؟ بلى لديه التزام. من الذين يموحدون بهذه الرؤية لا يوجد لديهم التزام. بقى العامل النفسي، العامل النفسي بذات الفرد لذاته هل هو ملتزم أم لا؟ أحسنت، صار واضح. بعد أكو إضافة من الإخوة، تفضلوا. السلام عليكم، عمران موسى مهندس زراعي. أهلاً. تعقيباً لما قاله زميلي بخصوص ظاهرة الإلحاد والدعوات الأخيرة لاتباع الملحدين، ما هي أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة وما هي طرق معالجتها؟ يعني حتى أعرف مقصودكم فيما يرتبط بسؤالنا، تشوفون ظاهرة الإلحاد هي سبب من أسباب عدم الالتزام لذلك تربطونها بالرؤية الكونية؟ يعني نظرتكم؟ أكيد أكيد، وخصوصاً بالآونة الأخيرة تم انتشارها بكثرة وارتباطها على طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث تم تأسيس جروبات لدعوة الناس اتباعها. صار واضح. أكو إضافة؟ طيب إذن خلي نلملم الأجوبة. أتصور
أن الرؤية الصحيحة للكون والحياة تساهم في الالتزام المنتج للإنسان. بعض الأحيان الإنسان يلتزم التزاماً ويتعب نفسه في هذا الالتزام، لكن هذا الالتزام لا يأتي له بنتيجة ولا محصلة منه ولا فائدة فيه، فيقال أنه ملتزم، لكن ما هي فائدة التزامه؟ فإذا الالتزام بعضه منتج وبعضه لا يكون منتجا. الذي أتصوره أن الالتزام المنتج والذي يمكن أن يحقق للإنسان السعادة والتكامل هو إذا كان مبنيا على رؤية صحيحة للكون والحياة، وأن كل زحاف في الرؤية للكون والحياة يؤثر في الالتزام المنتج. نعم، قد يكون ملتزما في وظيفته، في دراسته، في برنامجه الشخصي، لكن هذا الالتزام هل سيكون منتجا بالقياس إلى مصير الإنسان؟ لاحظوا لأوضح الأمر بكل صراحة، بعض الأحيان يكون أمام الإنسان مستقبل خطير، وهذا المستقبل تحكمه قناعاته التي يعيشها الآن، ولا يمكنه أن يغير بعد ذلك موقفه، فهل يكون كالإنسان الذي يمكن أن يعدل موقفه؟ بعبارتنا الواضحة، بعضكم طلاب، بعضكم الآن في دراسات عليا، بعض الأحيان عندك امتحان وهذا الامتحان بي دور ثاني، مثل الامتحان اللي ما بي إلا دور واحد. بعض الأحيان عندك امتحان مصيري يتحدد بي مصيرك، بحيث إذا ما جاوبت لا قدر الله ممكن أن ملفك الدراسي يغلق، ترقني القيد، صحيح؟ هذا الامتحان والاهتمام له والاستعداد بالإجابة الصحيحة عليه مثل الامتحان الذي يمكن أن يتكرر مرة أخرى، ويمكن أن يوجد له دور آخر ثاني وثالث، وقد حتى لو لم ينجح الإنسان ممكن أن يعاود الكرة مرة أخرى عند فرصة أخرى، أن يعاود سنة دراسية جديدة، مثل حالة أنه لا يوجد شيء آخر، لا يوجد خيار آخر، هذه فرصة أخيرة. بالطبع الأمر يختلف، نحن أمام مستقبل خطير، هذا المستقبل الخطير يتمثل بالخلود إما في الجنة أو في النار، يتمثل إما بالسعادة الأبدية وإما بالشقاء الأبدي. فهذا التفكير على أن الإنسان إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، هذا تفكير يجعل الإنسان وإن التزم إلا أن التزامه لا يكون التزاما منتجا في سعادته الأبدية. إذن الرؤية للكون والحياة مؤثرة في الالتزام المنتج، وإن كان يمكن أن يكون الإنسان بلا رؤية لكنه يلتزم نتيجة لأمور اعتاد عليها، ونتيجة لقوانين ألزمته فهو مضطر للالتزام، أو نتيجة لتحويله بكل صراحة في بعض المجتمعات إلى آلة، هو يفعل ما يريد غيره فهو يلتزم لا بإرادته. أما الالتزام الذي يكون بإرادة الإنسان ويكون منتجاً ومؤثراً بمستقبله، من أهم أسبابه، لا أريد أن أقول هذا هو السبب الرئيسي، من أهم أسبابه ومن أهم مقتضياته هو تشكيل الرؤية الصحيحة للكون والحياة. لاحظوا، أقرأ عليكم هذه الآية القرآنية، وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يؤسس لهذا الأمر، للرؤية الكونية الصحيحة. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر.
لاحظ يعني لا يوجد خالق. هذا الحياة مجرد أن نعيش فيها، نأكل نشرب والتزامات وقتية وينتهي الأمر. نتيجة هذه الالتزامات نتيجة بسيطة منتهية بانتهاء هذه الدنيا. القرآن يقول وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. إذن هم عندما ابتنوا على هذه الرؤية للكون والحياة، هذه الرؤية كانت مؤسسة على أساس الظن، والظن تأسيس هذه الأصول الأساسية في الحياة ارتكازا عليه واستنادا عليه يردي بالإنسان في المهالك. هذه أمور حساسة، لابد أن يكون لدى الإنسان، لابد أن يكون له موقف صحيح واضح صريح. النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى أهله وقومه وعشيرته وابتدأ بهم ثم بغيرهم، قال يا بني عبد المطلب إن الرائد لا يكذب أهله. هذه العبارة هو لطيفة، تعرفون شنو معناها؟ الرائد كانوا يدزوا قدامهم طالعين بالصحراء، يدزون فد واحد قدامهم يستطلع لهم الأجواء، أكو ماي، أكو عشب، أكو أشياء. فبالنتيجة هذا إذا راح وغش أهله راح يهلكهم ويهلك نفسه، صحيح؟ إن الرائد لا يكذب أهله، وإلا إذا كذب أهله سيهلك هو قبلهم. النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى بني عبد المطلب قال يا بني عبد المطلب إن الرائد لا يكذب أهله، أنا جايكم بشيء، أنا ما مستعد أن أزيف. ورسول الله صلى الله عليه وآله منزه عن ذلك، لكن هو يريد أن يبين لهم الحقائق. والذي بعثني بالحق لتموتن كما تنامون، يوجد موت، ولتبعثن كما تستيقظون، يوجد معاد وتوجد آخرة، وما بعد الموت دار إلا جنة أو نار. لاحظ الذي يؤسس رؤاه ويرتكز في حياته على رؤية تستند إلى هذه الأسس، أولا مستقبل خطير إما الجنة وإما النار، ثانيا هذا المستقبل أبدي، ثالثا هذا المستقبل غير قابل للتعديل، لا توجد فيه فرصة أخرى. إذا كانت الأمور كذلك فلا بد أن يكون الإنسان ملتزما بكل ما يساعده في التكامل لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها وصولا إلى الآخرة. فتشوف نفسك أنت عندك التزامات معينة ما موجودة عند غيرك، يشوفوك أنت 5 مرات باليوم تقوم تصلي، قل شنو هذا؟ ليش مضطر أنه يجي يصلي؟ ليش مضطر أن يلتزم بصيام شهر رمضان؟ ليش مضطر أن يلتزم ببعض التكاليف المالية؟ ليش مضطر أن يلتزم ببعض الأمور؟ لأنهم لم يؤسسوا، لا يستطيعون تفسير هذا الأمر، لأنهم لم يؤسسوا حياتهم على رؤية كونية صحيحة. فهم يتصورون أن التزامهم الوقتي هذا هو موجب لسعادتهم. ومن هنا فأنت تلاحظ أن هؤلاء عندما يتعرضوا لشيء من الصدمات والأزمات قد يردي بهم في المهالك. هذه قضية حساسة. الإنسان الذي يؤسس رؤيته على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا الإنسان يوجد عند غيب، يوجد عند إله مطلق، لا تدركه بعد الهمم، لا يناله غوص الفطن، ليس لصفته حد محدود كما ورد في نهج البلاغة. لا بأس أن تلتفتون أن السيد المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله الشريف له وصية خاصة بنهج البلاغة. أنا أدعو نفسي وأدعوكم إلى الاستفادة من نهج البلاغة، يعتبر من دساتير الحياة التي توضح للإنسان الرؤية للكون والحياة. ومن هنا فينبغي للإنسان أن يلتفت إلى ضرورة هذه الرؤية للكون والحياة ليؤسس الالتزام على أساس ذلك. نأخذ فاصل قصير
ثم نعاود للاستفادة من مداخلاتكم ومحاوراتكم، مشكورين على كل حال. إذن فاصل ونعود إليكم. نور المصطفى ما يطفى هالنور، سور الدين علي يبقى هالسور، هو الله ونبيه وعلي حامي الحميه، يشع بين البريه بجبين المرجعيه، جبين المرجعيه. مراجعنا حماة الدين، كل واحد نذر عمره، رفعوا راية الإسلام، نشروا مبدأ العترة، فتاويهم نشوف أحكام متوقعة من الزهرة، مناهجهم باسم حيدر على الحكمة وعلى الفطرة. آيات الله بين الناس آيات، حوزات افتحوا للشرع حوزات، لهم تحلى الزعامة يعلمون الكرامة، من أنوار الإمامة لنا صاروا هدية، لنا صاروا هدية. مواقفهم مدى التاريخ كانت تنقذ الأمة، سودوها الزو الطغيان من حيدار، خذوا همة خذوا هيهات أبو الأكبر حسينيين بالكلمة، جم رجيع وقف وقفة للمبدأ بذل دم، يرفضون الخيانة يصونون الأمانة، يحفظون الديانة لحد يوم المنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موضوع بحثنا وهو التحلل من الالتزامات. كان كلامنا حول تأثير الرؤية للكون والحياة في تنظيم الإنسان وصناعة الشخصية الملتزمة. الآن ننتقل إلى محور آخر أحب أسمع آراءكم به ووجهات نظركم حوله، ونحاول أيضا على الطريقة السابقة أن نبلور الأفكار بشكل مقتضب وسريع. كيف تقرؤون دور العقل في صناعة الإنسان الملتزم وفي صيانة الإنسان من التحلل؟ إنسان مزود بالعقل، والعقل يعتبر الدعامة الأساسية بالنسبة للإنسان، ف شلون تقدرون توضحوا لي دور العقل في صيانة الإنسان من التحلل، في حفظ الإنسان من التحلل من جهة، من جهة أخرى في صناعة شخصية ملتزمة؟ أحب أسمع آراءكم إذا عندكم مداخلات وملاحظات. السلام عليكم ورحمة الله. سماحة السيد السلام ورحمة مالك الله ناصر وبركاته. الياسري بكالوريوس علوم قرآن. أهلا وسهلا ومرحبا سيدنا. سماحة السيد، بالنسبة للعقل يكون هو المسؤول أول عن الالتزام، حتى الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلق العقل وقال ادبر فأدبر كما يروى،
فقال بك أحاسب وبك أثيب، فإن العقل يكون هو المسؤول الأول عن الالتزامات. أحسنتم، بارك الله بكم. شكرا سيدنا. شكرا لكم. أكو إضافة؟ تحبون تعلقون؟ كان عندكم تعليق؟ السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا، كما تفضل السيد مالك الياصري بخصوص أن العقل المحور الرئيسي في الالتزام الذاتي للفرد، فهو الموجه لكل تصرفات الفرد في مختلف المشاوير الحياتية. لننظر بنظرة بسيطة بأن الإنسان بلا عقل نشاهده يتصرف تصرفات ليست ضمن النطاق البشري بحته، نشاهد هذه التصرفات كثيرا عند الأصحاء. أما إذا قلنا بمطلق العبارة هل العقل دور في التنظيم الكوني أو الالتزام ذات الفرد، فهو محور الالتزام. من أمتلك عقلا بغض النظر إذا كان ملتزم دينيا أو غير ملتزم دينيا، فهو ستكون لديه حياة منظمة، أسلوب منظم بغض النظر عن الأساليب الاعتقادات، عفوا الاعتقادات الفردية للشخص. أحسنت. فالعقل يكون الموجه والمنظم للإنسان. عاشت إيدكم، أحسنتم. إضافة موفقة، بارك الله بكم. شنو أكو ملاحظة نستفيد؟ زين، إذن خلي اللملم أطراف الكلام مثل ما تفضلوا السيد والأخ. العقل يعتبر الدعامة الأساسية. أنا في غنى عن استعراض النصوص، وإنما يعني أرشد نفسي وإياكم إلى قراءة وصية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لهشام بن الحكم. هذه من الوصايا المهمة المروية في كتاب الكافي للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، وصية مفصلة وفيها حديث مهم عن دور العقل وعن تأثير العقل بالنسبة إلى الإنسان. ولكن فيما يرتبط بسؤالنا أود أن أركز على أمر في غاية الأهمية. العقل يدرك ضرورة النظام، ضرورة أن يكون الإنسان منظما، أن يكون الإنسان مرتبا، أن يوجد نظام يسير عليه الإنسان. هذا الأمر يدركه العقل. فالعقل إذن يدعو إلى الالتزام، لأن النظام هو من دواعي وأسباب الالتزام. العقل يدرك قبح الظلم، العقل يدرك قبح الخيانة والكذب، ويدرك حسن الصدق والأمانة ومساعدة الآخرين ونظائر هذه الأمور. إذن فالعقل بإدراكاته للحسن والقبح، يعني هذه الأمور الحسنة والأمور القبيحة، العقل عندما يدرك هذه الأمور يمثل الدعامة الأساسية للدعوة إلى الالتزام، لأنها الطريق الأساسي لتشخيص ما يلتزم به مما لا يلتزم به. حتى يعرف الإنسان أن هذا الأمر لابد أن يلتزم به وأن هذا الأمر لا يمكن أن يلتزم به، الأساس في ذلك هو العقل. فالدعامة الأساسية هي العقل. إذن فللعقل دور بالغ وأثر واضح في تحديد التزامات الإنسان وما يلتزم به وما لا يلتزم به. وكما تفضل الأخ في مداخلته، العقل يعتبر بالنسبة إلى الإنسان مهما كان بغض النظر عن عقيدته وبغض النظر عن دينه، يعتبر أساسا ويعتبر مرتكزا أساسيا. بعد هذا ننتقل إلى شيء آخر هو مؤثر أيضا في قضية الالتزام ووقاية الإنسان من التحلل، تحديد سلم الأولويات. الإنسان في هذه الحياة يعيش ولا بد أن تكون له أولويات. ما هي أولويات الإنسان في هذه الحياة؟ مراتب هذه الأمور، أيها أهم، أيها يكون مهما والآخر يكون أهم. في حال ضاق عنده الوقت أي الأمور يقدمها لو تزاحمت الأمور فيما بينها، يحدد سلم الأولويات. فإن تحديد سلم الأولويات يجعل من الإنسان منظما، يجعل من الإنسان مرتبا،
لماذا؟ لأنه يعرف أن له أولوية، هو أولويته على سبيل المثال أن يكمل دراسته الجامعية في هذه المرحلة الدرسية، فهو يعتني بكل ما يحقق له هذا الهدف، أو أولويته هو بناء الأسرة بشكل صحيح فهو يسعى بتحقيق هذه الأهداف. إذن فالأولويات وترتيب الأولويات، وهذا الموضوع يحتاج إلى حلقة خاصة، أنه كيف نرتب الأولويات، ما هي أولويات المؤمن، وكيف يمكن للإنسان أن يستثمر عمره في تحقيق هذه الأولويات. هذا بحث له مجاله ويحتاج إلى حلقة خاصة، لكن الذي أريد أن أقول أن ترتيب سلم الأولويات من حيث الأهمية سيجعل من الإنسان منظما، وبالتالي سيؤثر على تنظيم وقته. هذا الأمر في غاية الأهمية، تحديد سلم الأولويات يؤثر على تنظيم الأوقات، فيرتب الإنسان أوقاته بحسب الأولويات التي يعتقد بها. كيف ترون الطريقة المثلى لترتيب الأوقات بحيث نجعل من أنفسنا ملتزمين بما يحقق لنا السعادة؟ تفضل. الله سبحانه وتعالى نظم طريق الإنسان وحياة الإنسان. أولا طبعا وما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدون، هاي الأولوية القصوى هي عبادة الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والباقيات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير وأبقى. فطاعة الله سبحانه وتعالى المال والبنون اللي هو المال اللي هو العمل، يعني أنا أحدد أهدافي بالحياة عمل. لطيف، أحسنتم، أنتم قاعد تدخلون في تفاصيل الأولويات، وأنا قلت بأنه الأولويات تحديدها لها حلقة خاصة. إحنا أخذنا تحديد الأولويات وسلم الأولويات بما هو سبب يرفض الإنسان باتجاه الالتزام ويحفظه من التحلل. فسؤالي كان عن تنظيم الوقت ودوره في صناعة الشخصية الملتزمة، شلون الإنسان ينظم وقته بحيث يكون شخصية ملتزمة، ما يكون إنسان متحلل، ما يكون إنسان غير منضبط. فسؤالي بالدقة عن الوقت، إذا تجاوبون على هذا أكون ممنون. عندكم مشاركة في هذا الصدد؟ تفضل. نعم سماحة السيد، بالنسبة للأولويات طبعا مثل ما ذكر الأخ هنا أنه الأولويات هي أكو شغلات واجبات فهي على المستوى الأول من الالتزامات، بعدها تجي عندنا أولويات مادية، التزامات أخلاقية، التزامات اجتماعية. فأعتقد أنه ضابطة العقل هي اللي تحدد الأولويات وبالتالي تنظم الوقت. أحسنت. إذا تزاحمت الالتزامات مع بعض يعني. أحسنت، بارك الله بكم، بارك الله. أكو إضافة من الإخوة؟ الخلاصة اللي يمكن أن أقدمها بخدمتكم أن تنظيم الأوقات ينبغي أن يكون وفق أمور مهمة. الأمر الأول التجنب عن الجدية المفرطة. بعض الأحيان الإنسان لما يشعر عنده أولويات متعددة، هو يريد أن يدرس ويريد أن يتزوج ويريد ويريد ويريد، يشعر بأن الوقت يداهمه، فيبقى الإنسان متحير، فتكون عنده جدية مفرطة مما يؤثر سلبا على شخصيته. وفق الرؤية الإسلامية وردت روايات تنهى عن هذا الأمر. أعرض بخدمتكم هذه الرواية الواردة في كتاب الكافي، وهو من أهم كتبنا الحديثية. لا يخفى عليكم أن كتاب الكافي ألفه الشيخ محمد ابن يعقوب ابن إسحاق الكليني رضوان الله تعالى عليه في زمان الغيبة الصغرى، وفات سنة 329 للهجرة تقريبا. ينقل هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام، يا علي
إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فإن المنبت يعني المفرط لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرما واحذر حذر من يتخوف أن يموت غدا. لاحظ هذه قاعدة أساسية في تنظيم الأوقات. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين: يا علي، المنبت يعني المفرط لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، في صحراء عند دابة، لكن هو مستعجل يلح على الدابة مالته حتى يحقق هدفه. استعجاله وإلحاحه على الدابة راح يتلف الدابة، هاي الجدية المفرطة راح يتلف الدابة، وبالتالي هو هم أيضا يهلك، هو هم أيضا يعطل، ما عنده فد شيء ثاني، هو رصيده هو هذا. فرسول الله صلى الله عليه وآله وفق هذه الرواية يقول لأمير المؤمنين أنه الإنسان ليكون من قبيل المنبت، من قبيل المفرط والمفرط، الذي هو يحاول أنه كل الأمور يقضيها بهاليوم بهالساعة، تالي يجي آخر الليل يلقى نفسه هو مرهق أشد الإرهاق، مما يؤثر على يومه التالي، مما يؤثر على أوقاته الأخرى، مما يؤثر على أولوياته الأخرى. إذن الأمر الأساسي في تنظيم الأوقات اللي ناخذه حتى نكون ملتزمين والتزامنا يكون منتج ونستفيد من عنده هو الاجتناب عن الجدية المفرطة، وفي نفس الوقت الاجتناب عن الكسل، لأن أكو إفراط أكو تفريط، أكو ناس عندهم جدية مفرطة، هؤلاء أيضا لا يحققون أهدافهم ولا يبلغون إلى مآربهم، وهناك أناس في نفس الوقت أيضا يتكاسلون نتيجة يرى مجموعة من الأمور الكبيرة أمامه ويشعر أنه لا يستطيع أن يقوم بها فهو يتكاسل، ولهذا ورد: إياكم والكسل فإن من كسل لم يؤدي حقا لله. الكسل منهي عنه، الإنسان يكون عنده. إذن في تنظيم وقته يبتعد عن جانب الإفراط وجانب التفريط، يبتعد عن الجدية المفرطة ويبتعد عن الكسل، إنما يتخذ حالة الوسطية في تنظيم أوقاته. الأمر الآخر يأخذ بنظر الاعتبار الراحة. الإسلام أخذ جزء من تنظيم الأوقات الراحة، ولهذا ورد في بعض الروايات ساعة للذة في غير محرم. في تنظيم وقت الإنسان ساعة لربك، ساعة لكذا، وساعة للذة في غير محرم، اللقاء بالأصدقاء، المجالسة معهم، التحاور، المفاكهة، أمثال ذلك، المزاورة، السفرة الترفيهية بما لا يخرجها عن حدود الله، ساعة للذة في غير محرم. هذه الساعة يستعين بها الإنسان على الساعات الأخرى. إذن هناك قواعد أخرى لا يسع الوقت لاستعراضها حتى ندخل في محور آخر مؤثر في الالتزام، لكن أحاول أن أجمل القول. إذن الالتزامات تتأثر في تحديد سلم الأولويات، وسلم الأولويات يؤثر في تنظيم الأوقات، وطعم الحياة إنما هو بتحقيق الإنجازات. لا يشعر الإنسان بطعم حياته إلا إذا حقق الإنجازات التي يصبو إليها. أيضا من الأمور المهمة في هذا المجال والتي تؤثر أيضا في التزام الإنسان، التفات الإنسان إلى المبادئ والقيم. التفات الإنسان إلى المبادئ والقيم هذا مؤثر جدا في حالة التزامه وفي حالة تحلله. بعض الناس ما عنده التزام بأي قيمة، ما عنده التزام بأي مبدأ. بعض الناس يحترم بعض المبادئ من قبيل العلم، الكرامة، الصدق، الاهتمام بالوالدين، الاهتمام ببعض القيم والمبادئ الأخرى التي تؤثر على شخصية الإنسان. أنتم بالنسبة لكم شلون تقدرون تقرون دور القيم والمبادئ في صناعة الشخصية الملتزمة
وفي نفس الوقت دور الانغماس في المادة والماديات بصناعة الشخصية المتحللة. يعني أكو عندنا قيم ومبادئ، وأكو عندنا قضايا مادية والتوغل بها والانشغال بها والانغماس بها. هذه ممكن أن تؤدي بنا إلى التحلل، وهذه ممكن أن تؤدي بنا إلى الالتزام. شلون نقدر نوظف المبادئ والقيم في سبيل تحقيق الالتزام، وكيف نستطيع أن ندرك ضرورة الإنغماس بالماديات؟ أحب أسمع آراءكم بهذا الموضوع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. علي موسى، طالب جامعي قسم رياضيات. سيدنا مرحبا. الفاضل، في الآونة الأخيرة شاهدنا انتشار ظاهرة غير حضارية، إلا وهي الملابس الممزقة، البناطيل القصيرة، تسريحات الشعر الغير لائقة. ما هي أسباب مثل عدم الالتزام في الذات أو في شخصية الإنسان، وما هي أهم مميزات علاج هذه الظاهرة؟ أحسنت. شكرا سيدنا. أحسنت، بارك الله بكم. هذا إضافة لطيفة ممكن أن تدخل في محل كلامنا من جهة أخرى، أنه الإنسان بعض الأحيان قاعد يتمرد على مبادئه، يتمرد على قيمه، والسؤال عن أسباب هذا التمرد لا بأس. إذا أكو سؤال آخر إضافة أيضا نستفيد. تفضلوا. سماحة السيد، كما تفضلتم وتفضل بعض الأخوة بخصوص كيف نوظف المبادئ في الالتزامات الشخصية أو الاجتماعية بصورة عامة، المبادئ إذا كان لدى الإنسان تختلف المبادئ من شعب إلى شعب، من قبيلة إلى قبيلة، من مدينة إلى مدينة، تختلف حسب الأعراف الاجتماعية. هاي المبادئ بصورة تستقبح هنا وتستحسن هنا، هذه المبادئ بصورة عامة. إذا نتكلم بصورة عامة، المبادئ الحسنة التي يسترضيها العقل ويستحسنها ممكن تجعل من الإنسان ذات شخص منتظم الوقت، بعيدا عن التحللات التي تؤدي به إلى نتائج غير سليمة. ومن ضمن هذه النتائج التي تجعل الشخص مبتعد وغير ملتزم بالمبادئ الإخلاقية والقيم الاجتماعية التي تربى عليها أو تعايشها أو تعلمها. نرجع بالقول بأن المصدر الرئيسي، بما أن العقل متحكم بهذه ومستحسن لهذه المبادئ، ممكن توظف هذه المبادئ. أحسنت. إلى ماذا؟ إلى تنظيم الشخص وتجعل من الشخص ذو إنتاجية. أحسنت. علمية بعمله بكل مجالات حياته المختلفة. أحسنتم. باعتبار الوقت يداهمنا نحاول أن نلملم المطلب. أتصور وأعرض هذه القضية، أنتم هم يمكن أن تفكرون بيها، المشاهد هم أيضا ممكن أن يفكر بيها، مشاهدين أجمعين. الإنسان الذي يلتزم بمبادئه وبقيمه راح يكون إنسان قوي الشخصية. قوة الشخصية عند الإنسان هي من أهم الدواعي للالتزام. بعض الأحيان الإنسان عند التزامات هو يحب أن يلتزم بها، لكن هو يجد نفسه مهزوزا ضعيفا أمام مجموعة من التحديات، يجد مجموعة من الظواهر في المجتمع ممكن أن تؤثر فيه. قوة الشخصية عند الإنسان ممكن أن تحفظ له التوازن، وممكن أن تصنع من عنده شخصية ملتزمة. كيف تأتي قوة الشخصية؟ تأتي نتيجة لملاحظة هذه المبادئ، مثل ما تفضل الأخ، هذه المبادئ اللي هي يستحسنها العقل ويرجع الإنسان يدرك أهميتها، يصير على بصيرة من عندها، عندئذ يمضي بها قدما ولا يتأثر. القرآن يعرض لنا أن النبي نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قومه قد سخروا منه، قال إنا نسخر منكم كما تسخرون. سخرية قوم النبي نوح عليه السلام لم تؤثر في موقف النبي نوح، بل مضى. شخصية النبي نوح شخصية قوية، استطاع أن يلتزم بمبادئه وقيمه ويمضي قدما. وخصوصا بالنسبة إلى من يعيش في البلدان الأخرى غير الإسلامية، هناك أمر يجب أن يلتفت إليه، أن الإنسان الذي يلتزم بمبادئه هو سيكون محلا للاحترام والإعزاز والتقدير
حتى من المتحللين، حتى من المتحللين، هذه قضية مهمة جوهرية، حتى من المتحللين، أن بعض الناس يعيشون في بلدان أخرى يتصورون هم إذا انصهروا وي الآخرين وي هويتهم وي مبادئهم، بعد نسى هو مبادئه وقيمه وما عنده من أمور حسنة وانصهر بالآخر، يتصور أنه هو راح يصير جزء من أولئك، بالعكس هو سيستضعف وينتقص منه، لأنه ما ينظرون إلا مواطن من الدرجة الثانية شاء أم أبا، بينما هم بحاجة إليه باعتبار يد عاملة، وعادة ما تكون عندهم نقص في اليد العاملة، فهم بحاجة إليه، إذا تمسك بمبدئه إذا تمسك بقيمه سيكون محلا للاعتزاز عندهم والتقدير حتى عند المتحللين منهم. ولهذا حتى من يكابر هو يحترم الملتزم بمبادئه وقيمه. الأمر الآخر الذي أحب أن أنوه له أن الإسلام أعطى نظاما متكاملا يتكفل بأن يصنع شخصية ملتزمة. باختصار لم يبق لنا إلا دقيقة أقول هذه الكلمة، الإسلام أعطانا نظاما يمكن إذا اتبعنا هذا النظام أن نستخرج شخصية ملتزمة بعيدة عن التحلل. لماذا؟ لأنه عندنا التزام بأوقات يومية، صلوات يومية وتكاليف يومية، عندنا التزام بتكاليف أسبوعية من قبيل صلاة الجمعة، عندنا الالتزام بتكاليف سنوية من قبيل الحج ونظائرها ومن قبيل صيام شهر رمضان وأمثاله، وعندنا الشعائر الدينية العامة والشعائر الحسينية بشكل خاص. النظام الإسلامي نظام يغطي لي كل مفاصل حياتي على مستوى المعرفة، على مستوى المشاعر، على مستوى الحب والبغض، على مختلف المستويات. الإنسان الذي يلتزم بالنظام الإسلامي ويحاول أن يسعى لتطبيق الالتزام بهذا النظام سيكون إنساناً بعيداً عن التحلل، وتكون شخصيته شخصية متزنة وشخصية ملتزمة. فخلاصة هذا اللقاء نلملم ما ذكرناه في نصف دقيقة. أولاً لابد أن تكون للإنسان رؤية للكون والحياة، وهذه الرؤية مؤثرة في التزامه أو عدم التزامه. الأمر الآخر لابد أن يفعل الإنسان وأن يحفز عقله وأن يستثير دفائن العقل. الأمر الآخر هو تحديد سلم الأولويات ويترتب عليه الأوقات. الأمر الرابع المبادئ والقيم ودور المبادئ والقيم في صناعة الشخصية الملتزمة. والأمر الخامس وضرورة الالتزام بالنظام الشرعي الذي إجى عبارة عن تنظيم حياة الإنسان. حكم الشرعي ما هو إلا تنظيم لحياة الإنسان. إذا التزمنا بالنظام الشرعي إذن فنحن التزمنا بصناعة شخصية ملتزمة من حيث لا نشعر تلقائيا وبشكل تدريجي. وأما الإنسان الذي يتمرد فهو يتمرد على مستقبله وعلى نفسه ولا يضر إلا نفسه. سعيد جدا باللقاء معكم، بالحوار معكم، استفدت من مداخلاتكم من ملاحظاتكم. آمل أن أراكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.